الدنيا ضاقت في وشي، وعمل قالت لي انك هنا واني ممكن يعني اتدارى عندك كيف ما انت اتداريتي عندها قبل سابك. ازاي كريمة كل ده يحصل ومحدش فينا يعرف؟ ما كانش ينفع حد يعرف يا اختي. طيب انت متأكدة انها بلغت عنك البوليس؟ ايوه امال متأكدة، امال ايه اللي جابني هنا؟ وحسان قالت لي يعني انه انا لو فضلت في مصر ممكن يمسكوني وياخدوا مني الوقت. بصي يا اختي انت لو خايفه يعني ما يهمش، انا ممكن اخد ولدي واروح اتدرى في اي حته تانية. انا خايفه عليك انت يا بت، هيفضلوا يدوروا عليك لحد ما في الاخر يمسكوكي. انا ما يهمنيش الاخر ده، انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انا ابقى مع ولدي بعيد عنهم وربنا يستر علينا في الاخر. بس يا حبيبي ما تخافش يا قلب انا جار، ما تخافش يا واد. بس خلاص يا كريم، بصي ده السكن بتاعي هنا، اعتبري بتاعك لحد ما نشوف هنعمل ايه. طب وانت؟ لا اني قاعده في حته تانية. مكان تاني كيف يعني؟ ده انت يا بنت لو صاحبه المكان ده كله مش هدوكي مطرحين تقعدي فيهم. ما تشغليش بالك فيا انا يا كريمه. لا ما اشغلش بالي بيكي كيف يعني؟ طلعت من مطرحك وقعدك في الشارع؟ شارع ايه بس؟ من الاخر؟ من الاخر انا قاعده مع اشرف اوضته. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا رب استر على وليانا، استر على وليانا. ايه ده؟ ايه ده يا بنت يا باسمه؟ مش كفايه القصير؟ ليه كده؟ هما هنا قاعدوا نسوان جار الرجاله في بيت واحد؟ لما يبقوا متجوزين يا اختي. مت ايه يعني؟ انا اتجوزت اشرف يا كريم. اتجوزت اشرف يا كريمه؟ من متى يا بنت؟ من كام يوم كده، بس محدش يعرف غير امل واحسان والناس اللي هنا بس. بس احسان وامل وكل الخلق اللي بره وانا دلوه. طب واهلك واهله؟ ما احنا مخبيين عليهم يعني ما يعرفوش عشان ما كانوش هيرضوا. والله مش عارفه يا بنت يا بسمه اقول لك مبروك ولا اقول لك ربنا يستر عليكي. ربنا يستر علينا احنا الاثنين يا كريم. بقول لك يا بسمه، ايه هو يعني عدم لا مؤاخذه يعني هو اشرف ده عادي؟ عادي ها؟ بس حبيبي بس يا واد ما تخافش، دي ابنتك بسمه، بس يعني هي لابسه قصير شويه.